أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أن الدورة القادمة لتوزيع السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم دون تعديل الكميات المخصصة للعائلة. وبين أحمد نجم المدير العام أن سعر مبيع كيلو السكر والأرز حدد بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين. وكانت السورية للتجارة بدأت بتوزيع مواد السكر والأرز بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان منذ منتصف شباط الماضي. هذا وطبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتها من السكر والأرز بتحديد طلباتهم إلكترونياً.